جوي جميل تافاني انا حقي غير كل شيء اصير كل هبة عندي انا جميل تكنولوجي عندي حجي تابعني انا وبس سياسة بس عيارة حدي بنات كل اللي قاعدين يتابعون جاذرينج اكيد اليوم هنا لكم حلقه جديده وحلوه اكيد وهالاسبوع راح يكون غير ويانا وياكم لان عندنا ضيوف شباب قصر صوت التلفزيون حسسوني صدق قاعدين بالبيت اليوم عندنا ضيوف نفس ما كان عندنا ضيوف امس نفس ما وعدتكم هالاسبوع اكيد راح تستانسون واحنا اكيد راح نستانس راح يكون جونا غير بضيوفنا امالات صوت السهاره اكيد راح نرحب فيهم بعد شوي اكيد راح نقول لكم هم منو بس بالبدايه احب ارحب فيكم كلكم واقول لكم هدوا كل شيء قعدوا تابعونا تفضلوا شباب راح فيكم تابعينا في برنامج جاذرينج مثل ما قلنا عندنا ضيوف عندنا موضوع برنامج وايد حلو اليوم راح يكون هو شنو يعني اتوقع مو جديد عليكم متابعينا اكيد متناقشين بينكم بين بعض بس هو جديد علينا هنا بهالبرنامج ان كل واحد راح يقول وجهه نظره واللي بيشاركنا بتويتر @gatheringshow اللي بيشاركنا فيسبوك @gatheringshow طبعا تويتر عند شروق وحمود وفيسبوك حمود الجلاد اتمنى يعجبكم موضوع حلقتنا اليوم وارحب فيك شروق ثانك يو يعطيك العافيه طبعا شباب بنات ارحب فيكم اليوم طبعا حلقتنا وايد حلوه وموضوعنا وايد مميز نفس كل مواضيعنا اكيد بس موضوعنا شويه يعني غير راح يكون غير كل مره اليوم ما راح ابلش بموضوعنا نفس كل مره راح يكون ثاني سيجمنت اليوم عندنا ضيوف بعد ما راح اقول لكم منه بس ضيوف من صوت السهره نفس ما قالت اسرار احب اوجه تحيه حق كل بتويتر كل بالفيسبوك واقول حق بتويتر سوري انا امس ما قدرت ارد عليكم ما قدرنا نقرا لان الوقت ما كان يعني ما يساعدنا ان احنا نقرا حمود جلاد حمود زيد بترحبون ولا نكمل انا اقول قوه شباب بنات بحلقه اليوم ان شاء الله راح تستمتعون فيها انا لاهي شوي بكسر راس حمود شايفين النتيجه 4-1 حقي هو على فكره 5 يعني زين كذب عدل كذب عدل 5-1 انا لا انا صاير الظروف المباراه مطرود من 2 ولاهين لا فما ادري ايش اقول لك انا بكمل جيم بعدين ايكم بعد كمل كمل الجيم قام يرقع عرفت مساكم الله بالخير شباب وبنات اهلا وسهلا طبعا اليوم مثل ما انتم قاعد تشوفون يعني ان اخونا حبيب قلبي يعني ابو جاسم حمود زيد مملوخ ملخ على الجيم هذا اللي احنا قاعد نلعب فيه برشلونه اكيد 5 وعندنا الشاب اللطيف يعني 1 مانشستر يعني ولا تحاول ولا تقايش ولا تبرر ولا تقول على العموم احنا طبعا يعني لعبتنا خطيره جدا بلاي ستيشن وانا قاعد احرقها حرق للحين 5 ونطره ونطره وبعد ما ملخة وايد انا قاعد احرق كلها لك احلى تحيه لكم واحلى حبتين حق اللي بالفيسبوك وحق بالتويتر وانا احبكم مره انتم خدق حبتين حمود قاعد بونيت وقاعد تتكلم عشان اذا بشاركونا بالفيسبوك او على تويتر بالفيسبوك جاذرينج شو وعلى تويتر @gatheringshow نبي مشاركاتكم وهم اتمنى انا ان المتابعين يشاركون موضوع حلقتنا يعني كل واحد له وجهه نظره نقرا كومنتاتهم الحين راح نقرا لان ما قرينا كان في ضيوف يعني هذا وقت البرنامج كله عاد كلش ولا على الفيسبوك وتويتر يعني زين يعني تبون نقرا تويتر؟ نقرا تويتر عيل انا راح اقرا تويتر مال امس لان للحين ما يعني تويتر حق اليوم يعني ريون ويلكم ما ادري ويلكم على شنو عندي كويت فواز صور محمد جلاد في مجمع 360 صوره لك جلاد انا وين هذا الحكي صور فيسبوك 360 اوكي كويت بيس خوش تقرير صراحه يسلم الزيد يعطيها العافيه ديما سعود واو وايد عجيب حلو حيل تقريرك الله يعطيك العافيه محمد زيد الله يعافيك كويت نونو منورين كلكم شرقيين عليك الاسود حبيبتي مشكوره ريون منورين وايد واصواتكم
حلوه وايد. هذا حق ضيوف امس بصوت السحر، حمد الشريم وعبد الله المتروح. محمد زيد، نبي نشوف تقرير شفته امس. زين، تبين تقرين الفيسبوك؟ اوكي لان انا في شغلات رديت عليهم، في ما قدرت ان انا ارد. بس خوش حار. طبعا هذين المسجات مالت امس. اي هذين مالت للحين، ما في احد شاركنا على تويتر. راح نقرا كومنتات الفيسبوك. اكيد والله هزأت. شلون كان يومكم اليوم على ما انت؟ على ما انا شوية اسولف يعني. انا والله قعدت متأخر، كان عندي محاضرة الساعة 11 بشويخ، داوت المحاضرة وتغديت ويا تهني القناة حق البرنامج. بالعافية. يعافيك. انا ما اعرف اطلع ما تعرفين شنو؟ خلوني شوي انتوا سولفوا على ما انا بس. زين جلاد، بتشاركون بالسؤال ولا تخليكم على راحتكم؟ اي سؤال؟ انا ما حابه ازعجكم. اي سؤال اي سؤال. شلون كان يومكم اليوم؟ ايش سويتوا؟ ايش صار معاكم امس؟ والله انا اليوم داق على حمود، قايله تعال نبتش القناه، ابي اكسر راسك، فهذا كان يومي كله. اوكي. حمود الجلاد. اوكي. انا على طار الجامعه راح اتكلم عن الموضوع، يمكن وايد مهم يعني، يمكن اكيد انت عايشه فيه هالوضع. ما تلاحظين مرات دكاتره يطلبون بحث يكون يعني موضوع البحث مو مالها المقرر؟ ليش؟ انه يكون مثل اول قاعد يقدم بروفيسور يعني بعد الدكتور. إيه، مرحله تساعده، يخليك تساعده. فشو متطلبات المحصلين بروفيسوره؟ انه 40 بحث تقريبا او 50 بحث قدمين على هالموضوع. فشنو يطلب من طبعا الطلبة. ماكو اي شيء من الانترنت. إيه؟ ولا اي شيء، وكل هالامور انت اللي تبحث عنها بروحك يعني، ما في مساعده. يطلب من الطلبه، احنا كم واحد؟ قول خلينا نقول 30. فكل واحد يقدم بحث غير عن الثاني، اخرتها يجمعهم وهو المستفيد ويقدمهم وياخذ الشهاده اللي هي بعد الدكتوراه. فاخر شيء انه لا قاعد يفيدنا ولا قاعد يفيد المنهج اللي هو ماشي عليه. اللهم مصلحته الشخصيه هالقاعد الاحظه. انا شوف للحين اكيد مريت. لا للحين ما صارت معي، لان انا عاده كل ما يطلبون مني بحث او اي شغله تكون دائما حق يعني مثلا حق قصه معينه، نوفل، حق المقرر اللي احنا قاعد ناخذه نفسه. مثلا لو تاريخ شيء عن التاريخ، لو شيء بالانجلش شيء عن الانجلش، لو بالاعلام شيء عن الاعلام. فما صادفني ولا مرة أو إنه شو يقول لي مثلاً، أو تقول لي دكتورة لا أنت واختار الموضوع بتسولفون عنه. بس ما تلاحظين الحين لما الدكتور يطلب بحث أو أي شيء، الطالب مو هو اللي قاعد يسوي البحث، يدق على أي مكتبة تريحه. ليش قاعد تفضحنا أنت الحين؟ لا ليش قاعد لا, لا الدكاترة يدرون ترى يعني، لا بس يمشون يمشون. أوكي، فليش تطلب بحث يعني تدري إنه مو أنا اللي راح أسوي يعني؟ مو كل طلبة، في بعضهم إنه بشغل إيده. انزين انا بقول لك، ليش ادق على مكتبه بدفع لها 10 و15؟ لا والدكتور يدري يعني قرنت. في دكاتره ما تمشي، في دكاتره بس هم على ليش تطلب يعني؟ في برنامج اتذكر كان عندي بالجامعه، كان في برنامج الدكاتره كانوا يسدونا من الحركه. في برنامج يكون عند الدكاتره بالنت الحين مو هو الحين انا معطيك البحث، جمله جمله لما يحطها بالكمبيوتر عنده صح، يبين من اي موقع، يبين عنده من اي موقع، يبين نفس فايندت اللي بالبلاك بيري تكون ما ادري. فانه تطلع له الجمله بالضبط، هو من وين ماخذ الجمله، من وين مسويها. فياخذ يمكن ما يعطي تشانس انه والله سوى واحد ثاني من عندك. لا يقول انت مو سويت، خلص اوكي هذه درجتك، لان انا قلت انا ما ابي من جوجل، ما ابي من المباحث. بس هو مو كذي، في لما يروحون يعني مكتبه او شيء هم اللي يسوونه، او هذيل مال الطباعه والتصوير حق الطلاب. ترى ما ياخذها من موقع، مرات هو يقعد يقرا بكتب حتى يعطيك مهله معينه يقرا من كتب، لان في طلاب يقول يعني انا واحده من الناس مره سويتها، كان عندي بحث وايد صعب. لا ولما تقولي له اسم الدكتور مالك يعرفه، يكون راعي المكتبه يعرفه ويحافظه ويعطيك حتى عمر الدكتور. برا الكليه بالمصافط تشوفين اكثر من كرت حاطينه على السيارة تبع هالأماكن، يعني هي البحوثات والتصوير والتقارير. فهم قاعد يسهلون عليك المهمة، بس شنو حركة الإنسان صارت تشوف. فلا يعني هو يعطيك، يقول لك أنا راح أطلع لك إياه بعد خلينا نقول أسبوع، تجين بعد هدوا اللعب يا شباب، تسلمين التقرير كامل بأسسياته كاملة بكل شيء. طبعا أنت تفهمين عن خمسة أكيد، يقعد يطلع لك كتب ويقرا لك خمسة واحد، هو يقرا لك أي تعب ما يهمك. ولا مرة شفت أحد سوى. أنا صارت معي يعني أنا إذا ألاحظ لما أنا كنت ألعب لعب وفورة طبعا كل شيء عندنا كان فريقي بالعربي، أدري أدري فكان صعب ساعات علي أول سنة، كنت صعب مرة كنت متعودة على الوقت، فلاحظت لما أنا أكتب من جندي من ثانوية للجامعة مو فاهمة الطريقة. إيه بس أنا لاحظت لما أنا قمت أسوي من نفسي، مع أنه في أشياء غلط يعني وايد أخورة بالقواعد، ألقى إني أكون درجتي زينة. لما أروح عند الدكتور أقول له شلون كذي أنا درجتي زينة، أنا كل شيء مألفته، يقول لي أنت مسويته بنفسك. شوفي هذا 20 تقرير 20 بحث مو هم اللي مسوينه، ما راح احط لهم الحين بقراهم. لا انا ما راح اقدر احط لهم درجه زينه، لان مستحيل هم كاتبين هذا. احنا مرات كطلاب نضطر ان احنا نسوي التقرير، يعني احنا نسوي جزء ممكن من التقرير او نخلي مرات اضطرينا بالمكتبه، لان
انه يكون ضغوطات. تتفاجئين انه ممكن الكلاسات كلها او الدكاتره كلهم طالبين منك تقريبا نفس الوقت وامتحانات عندك ويكون عندك امتحانات من كلاسات ثانيه. يعني احنا ما ناخذ كلاس واحد ولا بس اثنين، لا احنا نعبي. انت قبل اسبوعين اقدم معك درسين كلاسات وترسين كلهم. انا ما قلت كلاسات، انا قلت كلاسات. اوكي كلاسات. انزين عشان لا تكسرون بعض بالكلاسات خلنا نقرا الكومنتات. بس تشوفين انسان وبتدشين انزين تكرهكم عشان لان قرات تويتر وانا ما قرات فيسبوك حرم لا يزعلون. عندنا صافي الحربي كاتب شعر شكرا. أنا الكويتي شروق وايد حلو نيو لوك طالعة قمر. ثانك يو. صمت الأمل يا رسايل الشوق رشي الطيب بيد الحبيبة وبلغيها إنها عن الخاطر ما تغيب لحبيبتي أسال بنت السعودية نوني. حبيبتي نوني مشكورة وايد. فهفها العيداني الأدياني ماتي بس إن اسمك فهفها. أسال طلعت خبلين كالعادة مميزة أحبك هواي وأنا بعد أحبك هواية. خبلين بالعراق. خبلين يعني هواي يعني مرة بالسعودي. لا خبلين هواي. هواي مو قلتي فهفها بالعراقي. هواي انا قاعد اقول هواي بالعراقي مرة بالسعودي. لا خفق خفق خقق بالسعودي. خقق همسات الحربي كاتب شعر. روان صالح شروق اسرار حلوين ورب الصبغة عليكم شكرا حبيبتي. روان صالح يسعد لي مساكم يا الغلا. الجلاد واسرار رضا زيد وشروق وريهام وحنا تحية لحمود رضا. احنا تحية حقها. ونبي اغنية ما انام من خوفي عليك يا الجلاد او ما هي هالليلة وبس. مو جلاد غنية اليوم عندنا ضيوف ما راح يغنون. جلاد شاركهم من خوفي عليك. عندنا انا الكويتي مالت نوال. مالت نوال الاغنية اتوقع من خوفي عليك. ما انام الليل. ما انام الليل مالت نوال. انت طيب ما شنو هذه. انا الكويتي مساء الخير محمد زيد شغلك امس حد عجيب الله يعطيك العافية. يعطيك العافية على المتابعة وان شاء الله يكون يعجبك. عبد الإله عبد الرحمن هلا والله فيكم كلكم أحلى تحية خاصة للملك الجلاد والقمر أسرار. عندي طلب تعير يعني طلب صغير لكم تستضيفون الفرقة اللي ترقص بصوت السهارة. والله يا ريت يعني إن شاء الله إذا خلصوا صوت السهارة راح نبوقهم اللي يبهم عندنا. ما تكلمون هذا بس يرقصون ودنا يعني شيء حلو. في قبل لا تكملين أنا أوجه تحية حق هيونة على تويتر والطلب اللي طلبتيه مني إن شاء الله راح أقوله على الهواء بس خليني بس أتذكر شنو هو بس لما نطلع فاصل راح أروح أشوف على تويتر وإن شاء الله بقول إشي عشان يعني ما أنسى ولا خطي بات لا أنسى. طلعوا فاصل طلعوا فاصل. أوكي نطلع فاصل مشاهدينا ونرد وياكم بعد شوي. طبعا ردينا لكم اكيد من بعد الفاصل بس الحين اكيد فاصلنا كان سريع جدا مو عشاني انا ولا عشان اسرار ولا عشان شيء ولا عشان شروق ولا عشان حمودي اكيد عشان ضيوفنا اللي منورين ويانا اكيد نجوم صوت السهاره 2 وما شاء الله عليهم وهم يعني واحد منهم ابدع يوم اليوم على اللطاف كان قاعد يتغزل اكيد بفنانتنا منى شداد وقال لها موال وطبعا عندنا اليوم القماز مشترك يوم اليوم ان شاء الله راح يكون داش قوه الله الله طبعا من المملكه الاردنيه الهاشميه وعندنا من سوريا طبعا اكيد سوريا الحبيبه سوريا الشقيقه طبعا سلمى ورحبه فيكم زعلانين شكلكم يعطيكم العافيه يا رب يعافيك يعافيك اي شيء اسلم لكم على شكلكم تستحون لا شكرا بلشنا يبقى عطهم بيبسي عطهم عاد الله يعينهم عليك اذا خجولين لا ما في احد عندي خجول قماز لا وبعدين في شغله إيه. اللي يغني قدام الكاميرا ما يصير انه يتكلم انت تغني اي قماز مني وفيني انسى ما في اروح تعال ما في خوف ما في هذا وعندنا بعد هذا بعد سوريا الشقيقه يعني اخواننا ربعنا ايش فيكم اليوم زعلانين ليش من شو؟ والله شكلك زعلان من شو؟ زين شوف بما ان انا بكسر الخجل اللي فيك اسحب لي المايك اللي يمك هذا وعطنا موال حلو حق قاذرين يلا كله؟ حقنا احنا اي احنا هني قاذرين احنا اجمعنا كنا بقاذرين واحد بدل ما تقول اسامينا كلها نعم قاذرين والله بعد ما كنت نادي الاهل يا ضراب لك صار الصبح عن الضو يغراب والله بعد ما كنت